طيب تعالوا نروح لتقرير عن حملة مناح الأمل لمؤسسها نجم التنس المصري أنور الكموني واحتفالية تجديد التعاون وتوقيع بروتوكول الشراكة مع مؤسسة بهية ولمسة أمل جديدة تمنحها الرياضة لمرضى السرطان. نشوف التقرير وبعد التقرير نستقبل ضيفنا الكبير الكابتن معتز إينو. خليكم معنا. الحملة فكرتها جت من قصتي ان انا كان جالي فشل في النخاع العصبي في 2007 ومرض اخطر من السرطان. طبعا قعدت 7 سنين بتعالج، مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، غرغرانيه في الايد، مفيش اي حاجه تقول ارجع عشان طبيعي يعني. وزني 140 كيلو، فبقى كنت ارجع تاني التصنيف العالمي تاني في 2019 وبقيت الرياضي الوحيد في العالم اللي عمل ده. من هنا جت فكره الحمله، ان انا لما كنت بدور على الانترنت في حد عمل ده قبل كده ما كنتش بلاقي حد خالص، فلقيت ان الامل اللي خلاني اعمل ده، الامل اللي ممكن ابقى الوحيد اللي يعمل ده او على الاقل اكثر حاجه زي المستحيل يعني. فشفت ان العالم كله محتاج ان هو ينشر الامل بالشكل ده، يكون في نماذج ملهمه، الناس تعمل لها فعاليات معينه تنسيهم المراحل الصعبه اللي هم فيها، ما تبقاش خاصه بالسرطان بس، تبقى خاصه بالسرطان، خاصه بالسرطان، خاصه بال التحديات الخاصة، خاصة بالأيتام، خاصة بالناس عندها مشاكل نفسية. السنة اللي فاتت وصلنا لأكثر من 1.5 مليون بني آدم في 10 دول، 2400 واحد شارك في الحملة، أكثر من 500 متطوع. السنة دي عايزين نوصل ل 6 مليون، عايزين نحقق أرقام أكثر. في قصص ناس ملهمة تانية. الأمل إن أنت 7 سنين كلهم صعوبات يعني، 7 سنين مفيش مرحلة قبليها يعني، بالعكس الأمل طبعا. الأمل إن أنت كنت 7 سنين تخيل كم يوم بفشل مش بنجح يعني، كم يوم بتحاول وبتفشل مش بتنجح يعني. في الاخر بتفضل تحاول 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 رغم ان الطريق بيقول لك مش هينفع، بس ازاي الانسان يفضل يحاول يبقى عنده امل ان بكره هيتغير. هو اولا يعني احنا بنتكلم في حاجه شايف ان هي يعني هو اولا هو يعني هو افضل لعيب جه في تاريخ مصر تقريبا، وده رايي الشخصي الافضل يعني، رايي الشخصي انا شخصيا يعني. فمهما يعني احنا ليه يعني هو عمل حاجات ما حدش عملها، عمل ارقام ما حدش عملها، عمرنا ما شفنا حد مصري وصل لحاجه زي كده. فايا كان هو الوضع ايه، هو افضل حد جه، فاعتقد ان هو هيقدر يكسر اكتر من كده ارقام، وشايف ان هو اوريدي نموذج لكتير من الشباب، ويكفي انه غير مفهوم كتير لينا بره مصر. انا شخصيا لما كنت بسافر على فكره كتير بتسال مع انه مثلا يعني، وفرحان جدا هو مصري في الاول والاخر يعني. كابتن انور الكموني هو سفير من سفراء بهية الكبار جدا، هو كان اصيب بمرض شديد والمرض ده مفروض ان مفيش شفاء منه، لكن هو تحديه وأمله كان أكبر بكتير من أنه بس يخف من المرض، لأنه كمان يرجع تاني، أنه هو أساساً بطل تنس عالمي، يرجع تاني يلعب تنس ويرجع تاني في الرانك العالمي. وده اللي حصل. الحملة اللي هو أطلقها هي حملة واضحة من معناها ومن اسمها، حملة مانيح الأمل. كل اللي بيشاركوا في الحملة دول ناس عندهم مشاكل، إعاقات حركية، إعاقات ذهنية، إعاقات بصرية، كلهم بيبعتوا رسالة للعالم كله ان طالما الامل موجود فاحنا نقدر نتغلب على اي صعاب. اشترك معنا في الحملة السنة اللي فاتت مثلا اوركسترا المصرية بتاعت النور والامل، اوركسترا عظيمة جدا كلها من بنات كفيفات، لكن بيلفوا العالم بيعلنوا ان احنا قهرنا المرض بتاعنا. وشارك فيه قطاعات كبيرة من أطفال اللي هم المونجولز، ومن أبطال مصر العالميين اللي هم البارالمبيين اللي بياخدوا ميداليات في الأولمبياد العالمية. فهي حملة الحمد لله ناجحة جدا وتستمر كل السنين إن شاء الله بإذن الله. كابتن أنور كموني أنا عارفاه بقالي فترة كبيرة، بس أول مرة لما عرفت هوب جيفر كان برضو من سنة مثلا أو حاجة، فأنا عرفت الحملة دي في وقت أنا كان صعب جدا بالنسبة لي جدا يعني. فكان اعتبرت هوب جيفر دي زي هدية من ربنا ليا، انه فكره ان هو يعمل بس حاجه للامل، ان هم يبقوا ناس بيدوا امل في الحياه، دي حاجه مهمه وكل الناس محتاجاها، كل الناس محتاجه الامل يعني. الامل هي الحاجه اللي احنا كلنا بنعيش عليها زي ما قلت. فحقيقه انا مبسوطه وفخوره جدا بحاجه زي كده في مصر وفي العالم كله ان شاء الله. هو ملهم، بني ادم ملهم، القصه اللي بيسمعها دي ملهمه لينا كلنا، مش لاي حد يعني، لينا كلنا. ليه؟ انا شخصيا انا بحب الناس الملهمه، بحب الناس اللي بتفايت فور اي حاجه حقيقي يعني. فهو بني ادم جميل وملهم وناجح وبيعمل حاجة مش بس لنفسه قد ما هو بيعمل حاجة لكل العالم، العالم كله بكرة في يوم من الأيام هيتكلم عن الشخص ده وعن الأثر اللي سيبه وعن الأمل اللي كلنا هنتعلم منه أكيد.